الاخبار معكم دلوقتي في الفيديو ده انا بتكلم عن كورس Introduction to Systemic Review and Meta Analysis. تمام، الكورس ده مقدمه لنوع البحث العلمي اللي هو Systemic Review and Meta Analysis. تمام، الكورس ده متقدم من جامعه جون هوبكنز. تمام، وكمان المحاضرين بتوعه هم كي ديكارسن، تمام، دكتورة في جامعة جون هوبكنز، تمام، وبرضو دكتورة تانية. تمام، فدلوقتي هنا علشان ناخد الكورس نعمل ايه؟ اول حاجة اكيد لازم نسجل في الموقع، وازاي نسجل في الموقع دي انا قلتها في الفيديوهين اللي فاتوا عن الموقع هنا، والموقع ده بيقدم كورسات من جامعات كتير في العالم. تمام، طب انت ازاي تسجل فيه في الموقع؟ اقول لك، انت هتروح للوصف، هتلاقي انت لو يعني مش مسجل في الموقع هتروح للوصف، هتلاقي لينك موقع كورسير، هتروح داخل عليه، ولما تدخل عليه هتلاقي هنا من فوق يعتبر مكان هنا بقى، هنا هيكون مكتوب حاجة اسمها ايه، اسمها join for free. هتدوس عليها وهتكتب الاسم والايميل والباسورد، وبعديها تدوس برضو على join for free، وكده الموقع عملت في حساب. طيب تمام، الخطوة التانية بقى تروح على الوصف برضو، انا كاتب او حاطط لينك الكورس ده اللي هو Introduction to Systemic Review and Meta Analysis، هتروح دايس على اللينك ده وتروح مكمل معايا التسجيل. طيب تمام، دلوقتي هتروح تعمل ايه؟ هتدخل على الكورس هنا، وانت لو دشت هنا على Financial Aid Available انت كده هتاخد المحتوى والشهادة بالمجان. طيب انت لو دشت على Enroll for Free، تمام، ودوست على ستارت فري تريال، بكده انت خدت المحتوى بس بدون شهاده. تمام، فعلشان ناخد المحتوى والشهاده مع بعض بندوس على financial aid available. طيب تمام، الفاينانشال ايد افيلبل او الفاينانشال ايد المساعده الماليه دي بتوافق عليها بعد 10 ايام او 11 يوم. تمام، ومن بعدها انت بتاخد الكورس، ومن بعديها بتاخد الشهاده. طيب تمام، طيب انت لو انت اساسا مش عايز تستنى ال 10 ايام ولا 11 يوم دول على ما تبدا في الكورس، يعني انت عايز تبدا النهارده في الكورس اساسا، تروح تعمل ايه؟ بص، انت تعمل حسابين، حساب اولاني اساسي بتقدم فيه المساعده الماليه، وحساب تاني بتدوس فيه على انرول فور فري. تمام، وبتبدا الكورس في اليوم اللي انت يعتبر هتدوس على انرول فور فري. تمام، ولما بتخلص الكورس في اللي يعتبر الحساب الثاني هتروح تعمل ايه؟ هتروح رايح على الحساب بتاعك اللي انت اساسا قدمت من عليه المساعده الماليه في الكورس ده، وممتحن الامتحانات بتاعت الكورس نفسه وواخد الشهاده. تمام، يعني انت عامل حسابين، حساب تعلم تمام ومش هتاخد منه الشهاده، والحساب الثاني انت بتقدم منه مساعده ماليه، ولما انت بتبقى خلصت الكورس في الحساب الثاني هتروح راجع للحساب الاولاني الاساسي، وايه؟ وامتحن الامتحانات بتاعت الكورس زائد ان انت تاخد الشهاده. تمام، دلوقتي عايزين نقدم على المساعده الماليه، نعمل ايه؟ هتدوس على financial aid available عشان تاخد المحتوى والشهاده الاثنين مع بعض. تمام، هتدوس على financial aid available، بعديها هتروح على continue to the application. تمام، بعديها هتروح تعمل ايه؟ اقول لك، انت هتروح هنا تختار some college. تمام، هنا بقى هتدوس صفرين، هتكتب صفرين وهتكتب هنا ايه، او تختار جنيه مصري، يعني تنزل تحت كده انت قدامك شفت كده الريال ودولار. تمام، اهو ده الجنيه المصري. تمام، او العملة بتاعتك يعني. هنا بقى الامبلويمنت ستيتس اللي هي يعتبر الستاتس، هي ايه؟ هي الحالة الوظيفية، هتختار ستودينت. تمام، وهنا هيقول لك سؤال وعايز ليه اجابة اللي هو ريجون يو ابلايد فور ايد، يعني انت ليه اساسا مسجل على المساعده دي، او ايه السبب اللي انت ليه مسجل اساسا. الاجابه دي انا سيبها لك فين؟ في الوصف، في لينك درايف. اللينك درايف ده فيه ملف هتحمله، وملف ده فيه الاجابه بتاعت السؤال ده. تمام، هي 150 كلمه، او يعتبر اكتر من 150 كلمه يعتبر القطعه دي. تمام، بعدها هتدوس على العلامة دي او المربع ده، هتدوس عليه عشان يعمل صح. تمام، بعدها هتدوس على نيكست. من بعديها هتروح تعمل ايه؟ هتروح هنا كاتب بدل 25 دي هتروح كاتب ايه؟ هتروح كاتب صفر.
فلازم يكون المؤشر ده كده، هو ده مؤشر، المؤشر ده لازم يكون عند صفر، وهنا او هنا لازم يكون في صفر. طيب تمام، هنا دي اجابة برضو لازم تحطها للسؤال ده، اللي هو السؤال ايه ده، اللي هو بيتكلم عن الاهداف اللي انت عايز تاخدها من الكورس ده لو انت خدته. تمام، هتروح تعمل ايه؟ اقول لك هتروح تعمل ايه، اقول لك انت هتروح كاتب كلمة جولز دي، نقلها، تروح لشات جي بي تي، والاجابه برضو انا هسيبها لك برضو، هتروح هنا جولز اوف، تمام اهو هنا برضو، ناقل اسم نوع البحث العلمي ده اللي هو سيستميك ريفيو، ده نوع من الابحاث العلميه، تمام، نوع منهم، تمام، هتروح كاتب هنا جولز اوف، تكتب ستادينج اوف، فتكتب ايه، اهداف دراسه السيستميك ريفيو والميتا اناليسس، تمام تمام، هتدوس هنا، هتخلي الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي يكتب لك اهداف دراسه السيستميك ريفيو، تمام، ولما الشات جي بي تي يكتب يعتبر الاجابه تمام بتاعت السؤال ده، هتروح ايه انت، هتروح ناقلها هنا، تمام، ولازم هنا دول تعلم عليهم برضو، هتدوس دي كده ودي كده برضو، لازم تعلم على المربع ده ولازم تعلم على المربع ده برضو، ولازم هنا تنقل الإجابة دي كده، أو يعتبر لازم تنقل الجملة دي قصدي، تمام، هتنقلها بالظبط، تمام، ولازم 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 ما تعملش مسافة أو ما تكتبش نقطة مثلا، تمام، لازم تبقى العلامة اللي هي بتختف وتظهر دي بتاعت الكتابة لازم تكون لازقة في الحرف الإي بتاع كلمة أبوف، تمام. بعدها بتدوس على المربع ده اللي هو اي ام نوت روبوت، تمام، وبتستنى ثانيه، تروح هنا شات جي بي تي، هو كده كتب الايه، الاجابه، تمام تمام، فانت تروح رايح كده ناقل اهو الاجابه، تروح ناقلها كوبي، تمام، والاجابه انا هسيبها لك برضو في الوصف، مش هتحتاج تروح شات جي بي تي وتعمل اللي انا عملته، تمام اهو، وبكده احنا كتبنا الاجابه بتاعت السؤال ده، تمام. بعدها نروح نعمل ايه، هندوس على ريفيو، بعدها ننزل تحت ندوس على سبميت ابلكيشن علشان احنا نبقوا حفظنا تقدمنا على المستمع اللي بتاعت الكورس ده، ندوس عليها سبميت، من بعديها اهو دلوقتي بيقول لك ايه، بيقول لك المستمع اللي اتقدمت، تمام، وكمان بجانب كده انت قبل 5 اكتوبر او قصدي 5 سبتمبر، قبل 5 سبتمبر هتروح المستدامة ليا مقبولة، تمام، وهتبدأ في الكورس وتاخده بالمجان محتوى وشهادة، تمام كده كويس خالص. شكرا ليكم وشكرا انتوا سمعتوا الفيديو، وبرضو لو انتوا الجروب بتاعنا بتاع Scientific Research of Betel على التليجرام ما انضمتوش ليه، لينكو في الوصف تقدروا تدخلوه وتستفادوا منه. شكرا خالص، مع السلامة.